كلمة الرئيس النهاردة في ندوة تثقيفية هي اللي مسيطرة تقريبا على المانشيتات بتاعت صفحاته الأولى للجرائد المصرية. يعني خلينا نبدأ كده من الأخبار، هنلاقي إن هي خدت مانشيت بيقول الرئيس للمواطنين: لا نبيع الوهم للمصريين ولنا وجها واحدا أمام العالم. وبيقول إن هدفنا إصلاح الجهاز الإداري ولن نقلل المرتبات أو العلاوات، وكان بيتكلم تحديدا في النقطة دي عن قانون الخدمة المدنية. ومفاجآت السيسي بعد القناة الجديدة: إن المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية هتتم في سنتين بدل من 7 أعوام، وإطلاق مشروع 1.5 مليون فدان خلال أسابيع من الفرافرة والمراشدة، وإن في أكتوبر 2016 هيتم افتتاح 4 أنفاق أسفل القناة والانتهاء من تطوير ميناء شرق بورسعيد. وأعتقد إنه ده المشروع ده تحديدا أهم بكتير جدا من أي حاجة في الدنيا. عملية ربط سينا بالدلتا ده شيء مهم، وده تقريبا المانشيت اللي اختارته جريدة الأهرام، انه العنوان الرئيسي بتاعها بقى ربط الدلتا بسيناء. الرئيس مشروع قناة السويس الجديدة نجح في توحيد المصريين وعاد ثقة المواطن المصري بنفسه. كمان في الاخبار الرئيس بيتكلم على انه بدأنا العمل في اكبر مزرعة سمكية بالشرق الاوسط والتنفيذ في 18 شهر. وكمان بيأكد على ان قناة السويس وحدت المصريين واكدت قدرة الشعب على الانجاز. هو بيتكلم هنا عن المكسب المعنوي او الشق المعنوي في افتتاح القناه في موعدها. نروح بقى لليوم السابع والصحف الخاصه، هم كمان اتعاملوا مع الندوه التثقيفيه بس اختاروا ملف تاني خالص. كانوا مركزين في العناوين اللي تخص قانون الخدمه المدنيه، والعناوين اللي تخص الاصلاح الاداري لاجهزه الدوله، والعناوين اللي تخص في طبقانه الموظفين. هنلاقي انه الرئيس حسب منشط اليوم السابع الرئيس يتحدث عن اصلاح الجهاز الاداري للدوله وضمان حقوق العاملين، وبيؤكد انه لن نتخلى عن الموظفين. وده شبه الترجمه شويه اللي مكتوبه في الاخبار بتاع انه لن نقلل المرتبات او العلاوات. السيسي بيقول ان قناه السويس منحتنا الثقه في النفس، ويعلن عن تنفيذ العاصمه الاداريه والانتهاء من توسعه ميناء شرق بورسعيد وانفاق القناه في اكتوبر من العام اللي جاي. من ضمن الملفات المهمه بقى في الجرايد النهارده الملف اللي كان في الصفحه الاولى فوق في اليوم السابع اللي هو كشف حساب لاعضاء الحكومه. الملف معمول على خلفية الأخبار اللي ترددت في الفترة الأخيرة عن أنه الأجهزة الرقابية بتعمل تقارير عن أداء الوزراء، وأنه في بعض التقارير الصحفية والتقارير الشعبية مش معجبة أو مش مبسوطة من أداء بعض الوزراء، خصوصا في الملفات الخدمية والمجموعة الاقتصادية. ليه الاتنين دول على وجه الخصوص؟ لأنه ملفات الخدمية زي التضامن وزي التموين وزي 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 دي وزراء مصطدمين مع الناس في الشارع، فبالتالي رد الفعل سريع والناس شايفة اللي بيحصل على الأرض وعندهم قلق من بعض الأداءات، خصوصا حتى التنمية المحلية وأداء المحافظين. على الجانب الثاني المجموعة الاقتصادية، الناس شايفة أنه حتى بعض الوزراء في الوزارات اللي موجودة في المجموعة الاقتصادية فشلوا أن هم يستغلوا فرصتين مهمتين جدا في تسويق الأمل على الأقل، أو حتى تسويق السياحة في مصر، زي المؤتمر الاقتصادي وزي قناة السويس أو افتتاح قناة السويس الجديدة. وإن حتى الناس اللي كانت بتشتغل على الأرض فهي فشلت في ان هي تقول للناس هي بتعمل ايه. لحد هذه اللحظه لما تيجي تتكلم في مشروعات المؤتمر الاقتصادي ما بتعرفش تتكلم عن وزاره. فالملف عامل رصد كده لانه ازاي وزير الاتصالات وزاره مع ايقاف التنفيذ، لان الوزير ما زال محلك سر ومش قادر يواجه الناس في مشروع الانترنت والتسعيره بتاعت الانترنت، ومش قادر يتعامل مع الشركات الخاصه. بينما وزير التخطيط اليوم السابع انتصرت ليه استمرار بقائه على اعتبار ان هو معاه 15 ملف مهم شغال فيهم على رأسهم هيكلة ماسبيرو وعدد من المؤسسات الاخرى. القوى العاملة معمول رصد كده لتاريخ الوزارة والوزير والوزيرة نهاد العشري، والرصد بيقول ان هي وزيرة التصريحات الوهمية، طول الوقت بتتكلم عن تصريحات وهمية لكن مشاكل العمال لسه زي ما هي. بينما غادة والي وزير التضامن الاجتماعي اللي سر بقائها هي حتى هذه اللحظة مش قادرة تلجم الملف بتاع الجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية، ومنشغلة جدا بمطاردة جمعيات الإخوان، ولكن في نفس الوقت عندها نقطة مضيئة في خلق قنوات اتصال والتعامل مع المبادرات الخيرية والاجتماعية في المناطق المختلفة. الكهرباء الدنيا منتصرة لها شوية، انه على الرغم اللي حصل في الاسبوع الاخير مع موجة الحرارة الا انه بنسبة 90% الكهرباء نجحت في التحدي والاختبار بتاعها. موسم الصيف ده الانقطاع مش زي الصيف اللي فات على وجه الخصوص. التعليم خسرت تماما في كشف الحساب لانه الوزير فشل في التحدي بتاع التسريبات الثانويه العامه، الوزير فشل في تحدي المناهج، الوزير فشل حتى في ارضاء المعلمين اللي موجودين عنده، الوزير قعد وتعامل بشكل بائس جدا وخائب جدا
في موضوع الاوراق بتاعت الطلبه اللي ضاعت من الكنترولات بتاعت الثانويه العامه، وزي ما قلنا السياحه فشلت في استغلال الفتره اللي فاتت للترويج للسياحه مستغله افتتاح قناه السويس او حتى المؤتمر الاقتصادي. نروح بقى لتقرير كده موجود فيه صفحات من جوه، والحقيقه هو تقرير مهم. تقرير مهم لانه انا عارف ان هيعمل صدمه الفتره اللي جايه وهنتخانق عليه خناقات كثيره جدا. قال لك ان في داعيه ازهري هو الامين العام للهيئه العالميه لضمان جوده الدعوه. اسمه الداعيه عثمان عبد الرحيم امين الهيئه العالميه لضمان جوده الدعوه وتقييم الاداء. الراجل ده بيطرح فكره. فكره خدوها وخمروها في دماغكم، وفي يوم من الايام هنجيب حد هنا مهم وهنناقشها لانه ده مستقبل ولادنا. الراجل ده بيقول ايه المانع ان المساجد بتاعتنا تتحول الى كيانات متكامله؟ يعني المسجد زي ما بتعمل فيه دار مناسبات عشان تعمل فيها كتب كتاب او تعمل فيه مستوصف، ايه المانع ان المسجد ده عشان اطفالنا وشبابنا يبقى مسجد في كل حي، مسجد كبير يبقى فيه دور سينما ومسرح. وقال ان التمثيل مش حرام، وقال ان الامر يتوقف على اللي انت هتنتجه، لان التمثيل مش حرام. ركز في الكلام، الراجل بيقول ان ده كلام مهم جدا، فيبقى الامر بيتم تحت رعايتك انت، فتقدم رسالة أخلاقية مخالفة للي أنت بتشوفه بتشتكي منه، فتبقى شريك في حل الأزمة مش مجرد شكاء. الراجل وصل إلى ما هو أبعد من ذلك، وطالب الأزهر الشريف بأنه يعمل شركة إنتاج تختص بإنتاج أفلام ومسلسلات تدافع عن الدين ضد التيار المتطرف، وتقدم أفكار معتدلة ضد الأفكار المتطرفة. الطرح في وجهته، الطرح محترم، الطرح بيأكد أو بينتصر للفن، وبيقول لك الفن سلاح في ايدك، استخدمه زي ما حضرتك تحب. جوه بقى في باقي الصحف الاخرى النهارده في ملف مهم جدا الحقيقه، وملف رائع في المصري اليوم. او خلينا الاول ناخد احدث حاجه. النهارده الرئيس منذ ساعات خلاص وقع على قانون مكافحه الارهاب. انتوا عارفين طبعا القانون لما المشروع بتاعه ظهر ولما رئاسة الوزراء بعتته للرئاسة كان في خلافات كتير جدا حوالين هذا القانون، خصوصا المادة بتاعت حبس الصحفيين، وحصل جدل وهات وخد و و و و و من هنا لهنا، وناس خايفة وان ده هيلجم وان ده قمع وحبس الصحفيين والكلام ده كله. حصل تعديلات في المادة بتاعت بث الأخبار اللي هي الخاصة بالصحفيين والإعلام. هل حصل تعديلات تانية؟ التعديلات دي نزلت من موضوع انه في حبس إلى غرامة من 200 إلى 500 ألف جنيه على الصحفي اللي بيبص اخبار من مصدر مش رسمي او اخبار خطا من مصدر غير رسمي. هل حصلت تعديلات جديده على القانون اللي وافق عليه الرئيس؟ معنى ايه الموافقه النهارده؟ هل خلاص التطبيق بتاع القانون يبدا من اللحظه دي ولا ما يطلع في الجريده الرسميه ولا هو طلع في الجريده الرسميه؟ كل هذه التفاصيل هنروح لزميلنا محرر الملف القضائي في جريده الشروق الاستاذ محمد بصر. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور يا استاذ محمد. نقدر نقول خلاص ان قانون مكافحة الارهاب رسميا بقى يعني صدر له قرار بانه يعمل بيه من لحظة توقيعه، وحصل بعض التعديلات. بدأ العمل بيه فعليا من يعني اصبح خد رقم 94 سنة 2015 وصدر في الجريدة الرسمية في عدد خاص من يعني من ساعة او ساعتين. الحقيقة القانون تضمن عدد من التعديلات المهمة حقيقة، غير المواد اللي احنا طبعا عارفينها. طبعا القانون بصفه عامه عشان الناس تفهم، هو القانون بيقدم تعريفات للارهاب وللجرائم الارهابيه المختلفه وللتشكيل العصابه الارهابيه والمجموعات الارهابيه، وبيرتب عقوبه الاعدام على 12 جريمه تقريبا، منها تشكيل المنظمه الارهابيه والاندماج فيها وتنفيذ عمليات مضره بالداخل والخارج او مصالح الدول في مصر يعني وما الى ذلك. وطبعا برضو يعني بيتدرج في العقوبات من اول 7 سنين بالنسبه للترويج بالوسائل الالكترونيه وغيرها من وسائل الاعلام بالنسبه لصالح المنظمات الارهابيه، وحتى المؤبد والاعدام. وبرضو في عقوبات اضافيه، عقوبات تكميليه زي الابعاد من الدوله، ده بالنسبه للاجنبي، وتحديد الإقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة ومصادرة الأموال، ده بالنسبة للمواطنين المصريين. الحقيقة التعديلات بقى الأبرز
كانت في الماده 35 اللي هي كانت 33 اللي اصبحت الماده 35. صحيح. هل دي حصل فيها اربع تعديلات فعلا؟ اللي هو بتاع الصحفيين اللي هو اللي هي ماده النشر. طب هل حصل فيها اربع تعديلات فعلا؟ هي حصل فيها اربع تعديلات فعلا، وده ده عنوان التعديل اللي احنا منزلينه في الشروق من دقائق. هو التعديل الاولاني طبعا هو ال 200,000 ل 500,000 غرامه على الصحفي او اي حد الحقيقه. لان برضه الماده دي مش بس للصحفيين، برضه عشان الناس تبقى فاهمه، الماده دي لاي حد ينشر باي وسيله، يعني سواء لو حد على موقع تواصل اجتماعي. أيوة. سواء على مدونه الكترونيه، سواء على اي حاجه، يعني الموضوع ملوش علاقه بس بالصحافة وملوش علاقة بس بالقنوات، هو واسع جدا لأي وسيلة نشر. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هو دخل في المادة الجديدة الشخصية الاعتبارية نفسها اللي هي وسيلة الإعلام اللي هي القناة أو الجورنان كمسؤول، ممكن يبقى كمسؤول عن الجرم لو حصل، يعني يبقى متهم زيه زي الصحفي أو الشخص اللي عمل ده. وفي الحالة دي هيسأل الرئيس التحرير أو رئيس الفعلي للقناة أو للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية اللي هي نشرت هذا البيان الكاذب أو البيان الخاطئ. هو كده بقى دخل عنصر جديد غير أو عنصرين جداد غير العنصر الأولاني اللي كانت في المادة اللي عمل الجدل كبير. التعديل الثالث الحقيقة هو التعديل الخاص ب البيانات، مين اللي احنا نعمل القياس عليها، بيانات مين اللي احنا نعمل عليها ميجر عشان نعرف البيانات دي صحيحة او خاطئة. هي بيانات وزارة الدفاع. في المادة الاولانية كان بيتكلم عن بيانات الجهات المعنية، المرة دي في المادة اللي هي بعد التعديل بيتكلم عن بيانات وزارة الدفاع، ودي الحقيقة انا مش قادر افهمها قوي، يعني حتى الان لسه ما اتكلمتش مع قضاء او مصادر قانونية في الحكومة تفسر لي النقطة دي تحديدا. هل ده معناه ان البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية مثلا بالنسبة للعمليات الارهابية لو الصحفيين نشروا بيانات غيرها، هل ده يعفيهم من المساءلة ولا لا؟ الحتة دي مش واضحة. يعني هل اللي حط النص ده يقصد التسهيل على الصحفيين بحيث ان هو هذه المادة لا تسري الا على البيانات اللي وزاره الدفاع بتطلع حاجه عنها او الوقائع اللي وزاره الدفاع بتطلع عنها، يعني اي عمليه ارهابيه تشمل الباقي كمان، اي عمليه ارهابيه المعلومات منها تاخدها من القوات المسلحه مش من وزاره الداخليه، من وزاره الدفاع، ومش بس العمليات الارهابيه، ده كمان العمليات الخاصه بمكافحه الارهاب. فدي الحقيقه النقطه دي محتاجه توضيح من الحكومه او الناس اللي هي مسؤوله عن هذا التعديل الاخير، وهو في حسب معلوماتي هي وزارة العدل. التعديل الرابع بقى كمان انه سمح للمحكمة لاول مرة بإصدار احكام بوقف الصحفي او الاعلامي عن ممارسة مهنته او مزاولة مهنته لمدة سنة كعقوبة تكميلية لي. ودي طبعا نقطة انا شايفها في غاية الاهمية. اذا احنا كنا بنتكلم في الفقرة الاولى عن ألا تخل الغرامة عن العقوبات التأديبية، طب أنا ليه حاطط عقوبة زي دي؟ دي عقوبة فوق التكميلية بقى. هو يعني السؤال، وده هيحصل عن طريق المحكمة يعني ولا عن طريق النقابة؟ لا ده هو في المادة بيتكلم عن المحكمة. ودي الحقيقة شيء غريب جدا، يعني أنا أفهم إن هذا القرار إحنا نسعى دائما إن النقابة وإن الصحافة تبقى زيها، يعني تسمو الجماعة الصحفية بنظام تأديبها وبنظام تفتيشها وبنظام كذا، تبقى زي بعض المؤسسات الموجودة في الدولة ويبقى فيها التطهير داخلي. صحيح. أعمل أنا قرارات الوقف وقرارات المحاسبة من داخل النقابة وتفعيل هذه المسائل. صحيح. طبعا أنا كده الوقت دخلت المحكمة الجنائية في هذا الموضوع. الحقيقة أنا مش قادر أتخيل إن الجماعة الصحفية ممكن توافق على مثل هذه التعديلات. اللي الحقيقة أنا أقول لك النهاردة إن اللي حب لوحده نص الحبس لوحده اللي هو كان موجود والناس قامت عليه وما عادتش، ده كان افضل واقل ضررا بالنسبه للصحفي حسن النيه من هذا النص الجديد. لان صحيح. النص الاولاني كان بيتكلم عن الحبس، واحنا عارفين كويس جدا ان في بموجب القانون وبموجب سلطه القاضي في تفريد العقوبه انه ممكن يحبس ويقفل التنفيذ. بس انا النهارده عندي غرامه هتدفع ضخمه جدا
يعني فمسائل الحقيقه متشابكه للغايه. فطبعا برضو عشان وقت البرنامج اخر تعديلات يعني او التعديلات المهمه الاخرى، النقطه الحقيقه المهمه جدا ان جميع التعديلات التي المقترحات التي لم يوافق عليها مجلس القضاء الاعلى لم تصدر في القانون. وده منها ان محكمه النقض تتصدى من اول مره للقضيه اذا قبلت الطعن فيها، وان مده الطعن تتقصر من 60 يوم الى 40 يوم واقتراحين كمان تانيين. المقترحات دي لم تصدر في القانون الجديد، وده الحقيقه يعني انا شايفه خطوه جيده، الا اذا بقى كان في يعني خطه اخرى لاصدار هذه المقترحات في قانون اخر، سواء في صوره تعديلات قانون اجراءات جنائيه او ما الى ذلك. تمام، انا بشكرك جدا استاذ محمد بصل المسؤول عن الملف القضائي في جريده الشروق على هذا الشرح الوافي. اعتقد مش هحتاج اقول اي حاجه ثانيه خالص بعد اللي استاذ محمد بصل قاله في هذا الملف، باستثناء انه الموضوع كان حبس، فدلوقتي بقى قاعده في البيت وغرامات وخراب بيوت. بس طبعا يعني هنشوف بس مساله حسن النيه ونشوف النقابه هتتعامل مع الموضوع ده ازاي. نروح برضو ليه تحقيق من التحقيقات المهمه النهارده. في ملف رائع الحقيقه معمول في المصري اليوم عن او من موقع حفر انفاق قناه السويس، واللي اختارت عنوانه المصري اليوم اللي هو حفره في مصر. وانا قلت لحضراتكم قبل كده انه كتر التطبيل والتهليل من ناس كتير قوي نسوا الناس ان مشروع قناه السويس الجديده ده فيما هو اكبر من فكره التفريع، في فكره ان في ست انفاق وان في صحاره وان في طرق وان في مشروعات تنمويه، فالناس نسيت. فالمصري اليوم الحقيقه كتر خيرهم الزميلين خير راغب وحمدي جمعه ان هم راحوا فكرونا بهذا المجهود الكبير اللي بيتعمل، ويحطوا الناس في الصوره ويعرفوهم ايه اللي بيحصل هناك، ويرصدوا تحول جزء من سيناء لخليه نحل بعد اعلان الرئيس البدء في انشاء القناه الجانبيه الجديده اللي موجوده في ميناء شرق بورسعيد علشان نبدا مشروع التنميه الشامله، وخصوصا في موضوع الانفاق. وده تزامن كله ان احنا خلاص بنبدا في مشروع او موضوع حفر انفاق قناه السويس السته في بورسعيد والاسماعيليه. المصري اليوم اتكلمت مع المهندس محمد سماحه مدير المشروع، واللي قال ان فريق العمل اللي بيقوم بتنفيذ هذا المشروع اللي هو واحد واهم واصعب المشروعات القوميه، لانه بيربط سينا باقي انحاء مصر، يعني بيغير جزء من الجغرافيا بتاعتنا، بيحل جزء من مشكلتنا الكبيره انه احنا مش عارفين بنروح ولا بنيجي بسينا منين. بالذات ان الانفاق دي هتسرع تنميه سينا، خلاص انت عندك اي ازمه في التنميه والصناعه والاستثمار هي الطرق. فلما يبقى عندك بقى جنب نفق الشهيد احمد حمدي وجنب الكوبري وجنب معديه كذا ست انفاق تانيين منهم نفق سكه حديد، يبقى حاجه حلوه جدا. قال لك الانفاق اللي موجوده في المنطقه بتاعت بورسعيد ثلاث انفاق، اتنين منهم للسيارات وواحده للسكه الحديد. عرض النفق 12 متر صاع من 10 وطوله 4 كيلو متر. بيمشي تحت عمق او سطح الماء ب 59 متر، اما نفق القطر فطوله نحو 8 كيلو متر. المدير المشروع قال انه لاول مره في تاريخ مصر الخواجه مش جاي ينفذ، لا الخواجه جاي يشتغل مقاول تحت اشراف الاداره المصريه. ليه؟ قال لك ان احنا سفرنا من فتره من سنه او من سنتين مجموعه من المهندسين المصريين في المانيا اتدربوا في الشركه اللي بتعمل حفارات على ازاي تدير هذه الحفارات ويشغلوها في اعمال الانفاق عشان ما يبقاش حاجه لخبير اجنبي. وده لو تعلمون جزء بالنسبه للانتصار اكتر من اي حاجه في الدنيا، انك ترجع تاني العصر، انك تروح تاخد الخبره وتيجي تنفذ بايدك انت، ما تبقاش قاعد متكل على حد ولا تسلم رقبتك لحد. كمان في الملف ده هتلاقوا دراسه بتكشف انه ازاي ميناء شرق بورسعيد اللي وقف تطويره منذ فتره، كان هذا الوقف للتطوير قبل التفريعة الجديده بتحفر دي كانت سببت في خسائر 2 مليار دولار في 4 سنين. تصريحات الدكتور محمد علي رئيس فرع اكاديميه النقل البحري قال فيها للمصري اليوم ان مشروع محور التنميه ده هيكون راعي التنميه الحديثه في مصر، وقال انه قصة ميناء شرق بورسعيد والتصريحات بتاعة وزير النقل ان في استثمارات بتاعة البنية التحتية في محور التنمية دي هتبلغ ان شاء الله 15 مليار دولار. فهو ده، بص للصورة كاملة بتاعة المشروع، ما تبصش الموضوع على انه كان مجرد 35 كيلو بتحفره او حوالي 34 كيلو كمان بيتعمل لهم اعمال تعميق وتوسعة وتكريك. انت بتبني حجر اساس عشان تبني منطقة من اول وجديد. موضوع الانفاق ده مهم يا جماعة وتابعوه، لانه يستدعي انك تكون فخور زي قناة فيس بالظبط. هنروح بقى لحاجة تانية، نروح للاخوان. انتوا طبعا فاكرين قبل اسبوع من فض رابعة
ان الاخوان قعدوا ينشروا تقارير ويحذرونا ان يوم 14 اغسطس 2015 هيكون يوم للتصعيد الثوري والنزول في الميادين والكلام الجميل ده اللي حضراتكم عارفينه. بس واضح ان الجماعه بتوع الاخوان راحت عليهم نومه ولا حاجه، لان النهارده 16 اغسطس. النهارده 16 يعني فات 48 ساعه وما حصلش اي حاجه. وده يؤكد بالواقع بقى، مش هنقول توقعات. الواقع بيؤكد ان الاخوان